الأصل براءة الذمة. شنو معناتها؟ أن الأصل في كل إنسان أنه ذمته بريئة من أي التزام، ولذلك دائما نسمع أن على المدعي إثبات الالتزام، وبالتالي يكون على المدعي عليه إثبات التخلص منه. بمعنى أن أي شخص يريد أن يذهب إلى القضاء راح يكون واجب عليه إثبات صحة الالتزام، ومتى ما أثبت صحة هذا الالتزام ينتقل العبء إلى الطرف الثاني، ويكون واجب عليه في هذه الحالة أن يثبت تخلصه من هذا الالتزام.